السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة اللي غادي نحاول أن نخدم معكم فيها أغلب أنواع الملاقية ديال الراندا اللي ممكن أنكم تحتاجوها. أول ملاقية غادي نخدمها معكم وهي ملاقية الزيرو. هذه ملاقية سهلة وبسيطة خاصة بالنسبة للأخوات المبتدئات. أي وحدة يلا غادي تبدأ تعلم الراندا، من الأفضل تبدأوا بالملاقية هي الأولى، عاد من بعد تقدروا تمشيوا تعلموا الخدمة اللي كتكون الحجم ديالها كبير. المهم أول حاجة غادي ناخدوا الحرير العادي على 3 ديال الشعرات، ومن بعد غادي تاخدي الإبرة رقم 6 أو رقم 5. هاد اللي غادي نخدم معكم بها دابا رقمها 6. من بعد كتبتي الخيط في التوب بهاد الطريقة هذه في الأسفل، ومن بعد كتعاودي ترجعي للطرف الآخر ديال التوب وكتعاودي تجمعيهم بهاد الشكل. هاد الملاقية ديال الزيرو أغلب الناس اللي كيخدموها في الكمام من التحت. كتخدمي الملاقية ديالك عادي وكتجي حتى الكمام وكتديري ملاقية الزيرو، يعني قليل اللي كيخدمها، ولكن ممكن أنكم تستعملوها أو ممكن فقط أنكم تعلموها فقط. كمبتدئات أهم حاجة تركزوا عليها وهو الاتجاه ديال الخيط. الآن لاحظوا معايا الخيط لتحت وغادي نمشي نخدم الفوق. كتهبطي الإبرة بهذا الشكل وكتحاولي أنك تدخلي في هذه الدائرة وكتجري الخيط بهذه الطريقة. ممكن تدفعي حتى بالضفر ديالك دفعي الخيط باش أنه تجي الخدمة مزيع. الآن كتخلي الخيط الفوق وكتهبطي الطرف ديال التوب اللي كيكون لتحت، وهذه هادو غرزات، كينا الغرزة وكينا الحبكة. الحبكة عكس الغرزة. مهم من بعد إن شاء الله نشوفه في دروس واحدة أخرى نشوفه الحبكة كيفاش كتخدم. الآن ركزوا معايا غير على الغرازي، فهذه هي أهم مرحلة بالنسبة لأي أخت مبتدئة. لاحظوا معايا إذا بدرنا غرزة الفوق وغادي نرجع الخيط الفوق. حاولوا تشوفوا معايا الخيط يكون الفوق، هنا حاولت نقرب لكم الصورة أكثر، وغادي تدخلي الإبرة في الطرف ديال التوب اللي كيكون لتحت وتجري الخيط بهذا الشكل. يعني سهلة هاد الملاقية هذه. دابا كتهبط الخيط لتحت وكتمشي للطرف الفوقاني وكتحاولي أنك تديري هاد الغرزة هذه، ودابا العكس كتخلي الخيط الفوق وتعاودي تخدمي هاد الغرزة. المهم هذه هي الطريقة ديال هاد الملاقية، سهلة وبسيطة. مو اللي بغات تخدمها في شي جلابة ممكن كما قلت لكم كيخدموها في الكمام من التحت. كملاقية انك تلاقي بها الجلابة كاملة يعني ما كنصحش بها، لانها ما فيها حتى شي منظر، غير بحال كتجمعي يعني التوب وصافي تخيطيه بالماكينة، كنظن غادي يكون افضل. واللي بغات تعلمها باش تطلق ليدها في الخدمة فمزيان، كمرحلة مزيانة. المهم هذا هو الشكل ديالها. Thank you.
لاحظوا معايا الان غادي نتعلموا كيفاش ندفنوا الخيط في وسط التوب بهذه الطريقه. دابا سالي لك الخيط غادي تدفنيه في وسط التوب بهذا الشكل. ومن هنا ما خدمتش معكم بزاف، يعني خدمت غير هذه الخدمه يعني الصغيره. والان غادي تجيبي خيط جديد وغادي تحاولي تخدميه في نفس البلاصه فين هبطتي الابره فاش ملي دفنا الخيط. الان كتمشي لهاد العقده هذه وكتجري الخيط بهذا الشكل. كنظن الخدمه واضحه تماما. اي تساؤل خليه لي في التعاليق. شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الاجازاء المقبله. كل مره غادي نحاول نخدم معكم لاقيه جديده. المهم نتلاقاو ان شاء الله في الجزء المقبل.